السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. هذه نموذج أسئلة نصف السنة مادة العلوم للصف السادس ابتدائي. ملاحظة، الإجابة عن 5 أسئلة فقط. سؤال الأول، ما المقصود بخمسة مما يأتي؟ أولا المعادلة الكيميائية، ثانيا الفسيلة، ثالثا البروتونات، رابعا السويداء، وخامسا الأذن الوسطى، وسادسا الجزيئ. هذه حليت لكم تعاريف المعادلة الكيميائية، وهي طريقة مبسطة للتعبير عن التعبير الحاصل في التفاعل الكيميائي، وتضم مواد متفاعلة ومواد ناتجة يفصل بينهما سهم. الفسيلة، وهي نمو جانبي ينشأ من قاعدة الساق، وتطابق الفسيلة النبات الأم في خصائصها العامة. البروتونات، وهي جسيمات شحنتها موجبة ولها كتلة كبيرة ويرمز لها بالرمز بي موجب. السويداء، وهي الغذاء المخزون داخل البذرة الذي يتغذى عليه الجنين. الأذن الوسطى، تتكون من تركيب يسمى غشاء الطبلة، وتحتوي الأذن الوسطى على 3 عظام وظيفتها نقل الصوت للأذن الداخلية. الجزيئ، وهي أصغر وحدة في المادة تحمل خواص تلك المادة الأصلية. هذا بالنسبة للسؤال الأول، سؤال التعريف. السؤال الثاني، فراغات. أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة. النقطة الأولى، تسمى أصغر دقيقة في المادة تشترك في التفاعل الكيميائي بالذرة. ثانيا، فراغ هي مناطق تعمل على تمييز الطعم في اللسان براعم التذوق. ثالثا، تسمى المواد الموجودة إلى جهة اليسار في المعادلة الكيميائية بالمواد المتفاعلة. النقطة الرابعة، تسمى الطبقة الثانية من طبقات العين بالمشيمية. النقطة الخامسة، فراغ هي جسيمات متناهية الصغر تحمل شحنة سالبة. الجواب هو الإلكترونات. الإلكترونات هي جسيمات متناهية الصغر تحمل شحنة سالبة. سؤال الثالث، أليف، ارسم الدرنة مع التأشير على الأجزاء. ب، ما هي أنواع التفاعلات الكيميائية؟ اذكرها مع الأمثلة. التفاعلات الكيميائية هو تفاعل الاحتراق وتفاعل الاتحاد وتفاعل التفكك، مع الأمثلة، ذكرون الأمثلة. سؤال الرابع، اختر الإجابة الصحيحة. النقطة الأولى، تتألف جزيئات العنصر من ذرات متساوية، ذرات مختلفة، أو ذرات متشابهة. الجواب هو ذرات متشابهة. جواب جيم. زين. النقطة الثانية، الوظيفة التي يقوم بها الجلد وتعمل على تنظيم درجة حرارة الجسم هي إفراز الدهون، التعرق، أم اللمس. الجواب هو التعرق. النقطة الثالثة، تفاعل مادتين وتكوين مادة واحدة فقط تمثل أي نوع من هذه التفاعلات؟ تفاعل تحلل، تفاعل اتحاد، تفاعل احتراق. الجواب هو تفاعل اتحاد. اتحاد مادتين وتكوين مادة واحدة. النقطة الرابعة، تكون العضلات التي ترتبط بالعمود الفقري عريضة أم قصيرة أم دائرية؟ الجواب هو قصيرة. النقطة الخامسة، أي من المواد الآتية يمثل مركباً؟ الحديد، الماء، النحاس. الجواب هو الماء. يمثل الماء مركب. ليش؟ يعني يتكون من عنصرين، هو الهيدروجين والأكسجين. صار واضح؟ السؤال الخامس، عدد 5 من وظائف الجلد. هذه مذكورة عندكم النقاط، وظائف الجلد ومهمة. السؤال السادس، أجب عن ما يأتي. أولاً، ما فائدة الطبقة الفيلينية التي تتكون على سطح الدرنة أثناء زراعتها؟ هنا عندنا الفائدة الطبقة الفيلينية، نقول حماية الدرنة من الإصابة بالأمراض الفطرية والتعفن بعد زراعتها في التربة. هذا الجواب النقطة الأولى. زين. النقطة الثانية، عدد بعض الصناعات التي تعتمد على إجراء تفاعل كيميائي. الصناعات هي صناعة الأدوية والإسمنت والزجاج والبلاستيك والإطارات وغيرها. هذه الصناعات تعتمد على التفاعلات الكيميائية. زين. النقطة الثالثة، ما أنواع العضلات حسب طبيعة عملها؟
هنا الجواب عضلات الإرادية والعضلات اللا إرادية. زين، النقطة الخامسة، ما العوامل الأساسية اللازمة لنمو البذرة؟ الجواب هو التربة الملائمة والماء الكافي والعناصر الغذائية. هذا بالنسبة لجواب السؤال السادس. هذه نموذج أسئلة إن شاء الله تستفادون من عتها، وبالتوفيق إن شاء الله، ومع السلامة.